معنا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا عامر العروقي. عامر، أطلعنا أكثر على ردود الفعل من قبل الرئاسة الأوكرانية، ردود الفعل حول مقتل يفغيني بريغوجين. كيف تناولت الرئاسة الأوكرانية هذا الموضوع وكيف هي ردود الفعل حتى هذه اللحظة؟ نعم عيسى، الجميع هنا في أوكرانيا تابع حادثة مقتل مالك شركة فاغنر. كانت التعليقات صادرة عن مستشار الرئيس ميخائيلو بولودياك، مستشار الرئيس الأوكراني، قال بأن بريغوجين قد وقع على وثيقة إعدامه حينما وافق على بعض الكفالات والضمانات المقدمة من الرئيس البيلاروسي، وفي نهاية المطاف تم قتل بريغوجين. كذلك أيضا قال مستشار الرئيس الأوكراني بأن بوتين ربما وجه رسالة إلى النخب السياسية بأن كل من يعارضه ربما يكون مصيره الموت، وهي رسالة أيضا من أجل الانتخابات في عام 2024. لكن بشكل عام الرئاسة الأوكرانية لم تصدر بيانا رسميا حول حادثة مقتل زعيم فاغنر، وأيضا لم يتم تداول الحادثة بشكل كبير في الأوساط الأوكرانية، بالنظر إلى أن هذا الشخص أو بريغوجين بالنسبة للأوكرانيين هو مجرم، وهو من قاتل الأوكرانيين في مدينة باخمود وبشكل عام في المناطق الشرقية. ولكن كل الأخبار التي كانت ترد عبر وسائل الإعلام الأوكرانية كانت تأتي من الجانب الروسي، ولم يكن هنالك تعليق رسمي من قبل الرئاسة الأوكرانية أو من سياسيين حول مقتل بريغوجين. وربما تتوافق أوكرانيا مع وجهات النظر الأمريكية بأن مقتل بريغوجين لم يفاجئ أحد، وهو دليل واضح على أنه لا يوجد أي تعليق من أندريه يرماك أو حتى من المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أو من الأوساط السياسية الرسمية في أوكرانيا. نعم ميسان، من العاصمة الأوكرانية كيف مراسلنا عامر العروقي، شكرا جزيلا لك.